السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنتكلم النهارده عن الاساءه لاولادنا، الاساءه للطفل. الاساءه للطفل مش انه بس يتضرب او ان هو يتعرض لاعتداء جنسي او لمشاهد غير لائقه او ان احنا مثلا ضربناه ضرب مبرح. دي مش الاساءه بس، الاساءه بيندرج تحتها حاجات تانية كتير جدا كلنا بنعملها، والتربيه اللي قائمه على الاساءه لاولادنا وان احنا مش بنشبع لهم الاحتياجات النفسية بتاعتهم بتكون تربية غلط، وبتأثر على الطفل بعد كده كل ما يكبر، كل ما بيكون بني آدم يعني عنده حاجات، عنده نقص في احتياجات كتير جدا نفسية. الإساءة الأول بس إن أنت بتأكل ابنك كويس وبتجيب له لبس كويس وموديه مدرسة كويسة جدا وبتعلمه صح وبتلبسه لبس نظيف وبتأكله أحلى أكل، دي مش التربية، تمام؟ دي اسمها رعاية، أنا كده برعى ابني، تمام؟ طب احنا محتاجين بقى نربي تربية سليمة مش قائمة على اي اساءة. اول حاجة لازم ان انا احضن ابني وطبطب عليه، مش ان انا بس اصلا ما بضربوش، ان انت ما بتحضنهوش ومش بتطبطب عليه دي اسمها اساءة، دي اساءة لابنك، تمام؟ طيب كمان ان انت بتتريق عليه وبتقعد اي حاجة يعملها وتقول له اصلا بهزر، دي برضو اساءة لابنك، تمام؟ وكلنا للأسف بنعمل حاجات دي مع اولادنا. كمان ان انت تنتقده كل شوية ووقف له على الوحدة على كل تصرف يعمله، دي برضو اساءة. مفيش بني ادم يحب ان هو يتعرض طول الوقت للانتقاد، وابنك ده في الاخر انت بتربي انسان عايزه يكون بني ادم سوي، تمام؟ مش ان هو طفل ومش فاهم ومش عارفة ايه، لأ. فكرة الانتقاد الزيادة دي حتى هياخدها منك بعد كده، ويبقى هو كمان بينتقد اي حد وبينتقدك انت شخصيا، يبقى دي برضو اساءة لايه؟ اساءة لابنك. ان انت تحرجه وتهينه قدام اي حد دي اسمها اساءة لابنك، دي مش تربية، دي مش ان انت بتعلمه، مش ان انت خايف من اصلا كنت خايف عليه، لا انت مش خايف عليه كده، تمام؟ دي اساءة برضو لابنك وملهاش علاقة بالتربية، تمام؟ كمان ان انت تهمله وتنشغل عنه بحاجات تانية دي اساءة لابنك. ولادنا المفروض يكونوا رقم واحد في حياتنا، تمام؟ لما انت بتكون مش مهتم بيه وبتنشغل عنه دي اساءة ليه. كمان ان انت بتهاجمه وتلوم عليه في كل حاجة بيعملها دي اساءة ليه برضو، ملهاش علاقة بالتربية. فكرة ان احنا طول الوقت بنهاجم ولادنا او بننتقدهم او بنهزقهم او بنقول كلام بنوصفه بمواصفات وحشة في شكله او في جسمه او كده، دي برضو اهانة. ان انت تقول اصلا كنت بهزر معاه دي اهانة، تمام؟ في حاجات يعني خط احمر كده في الهزار. انا ابني مثلا بيخاف من القطط، ما ينفعش اجيب له قطة واقول اصلا كنت بهزر معاه، لا خلاص الحاجة اللي بيخاف منها او الحاجة اللي هي بكده ما تخوفوش بيها زيادة، تمام؟ من ضمن كمان الاساءة لولادنا ان انت بتخوفه وبتهدده بحاجات وممكن ما تنفذهاش. طب انت ليه بتسأله اصلا؟ ليه بتخلي عنده عقدة الخوف دي تكون زيادة قوي عن الطبيعي؟ لان هو طول الوقت بيتهدد. ليه ولادنا نيجي يقول حد يقول ليه بيخافوا قوي؟ لان هم طول الوقت تحت ايه؟ تحت التهديد، تمام؟ كل دي اساءات احنا للاسف بنعملها مع اولادنا وملهاش علاقه خالص بالتربيه، تمام؟ احنا عايزين نربي صح، نبعد عن الاساءات دي، ومش التربيه ومش الاساءه ان انت بتضربه، ما انا ما بضربوش، لا ما انت ما بتضربوش بس بتهينه، بتهزقه، بتقول له كلام وحش، بتزعله، بتخوفه منك، بتخليه دايما مرعوب ان هو يتكلم معاك او يتعامل معاك، دي كلها اساءه. فمن ضمن الحاجات دي كلها لو نحاول ان احنا نقلل الاساءة شوية لولادنا التربية تكون سليمة اكتر، تمام؟ كل ما نقلل الاساءة دي، يعني لو في حاجة معينة انا بعملها مع ابني باستمرار احاول ادرب نفسي عليها ان انا ما اعملهاش، ده يقلل الاساءة في التربية لولادنا. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.